ولمزيد من التحليل والرصد ينضم إلينا من القدس المحتلة السيد إسماعيل المسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد إسماعيل أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. دعنا ننظر إلى بعض الدوائر صاحبة التأثير في إسرائيل، كيف تنظر إلى مشروع قرار الجديد الذي يعني سيصوت عليه بمجلس الأمن، خاصة وأن الولايات المتحدة قالت هذه المرة أنها يعني في قلب هذه المفاوضات حسب تصريحات لأنتوني بلينكن؟ نعم، صباح الخير لك ولكل ضيوفك وللمشاهدين الكرام. نعم، في الواقع يعني إسرائيل دائما تأخذ بعين الاعتبار حساسية المجتمع الدولي، ولا ننسى أنها يعني طوال 7 عقود وهي تحاول خلق علاقات وطيدة مع كل دول العالم وتحسين بين قوسين صورتها الديمقراطية التي تنتشر في العالم. ما بعد 7 أكتوبر وتحديدا بعد سقوط الروايات الصهيونية المزيفة والمضللة، يعني بدأت هنا العلاقات تنقلب 180 درجة، خاصة بعد خروج كافة العواصم العربية والعواصم الدولية والأوروبية وخروج دول لأول مرة يعني تقف بجانب إلى القضية الفلسطينية، ولم نشاهد مسيرة واحدة أو تضامنا مع اليهود أو مع إسرائيل أو مع كل ما مرت به إسرائيل طوال الفترة، علما أنها تحشد العديد من المكنة الإعلامية بكل السبل. المجلس الدولي أو الأمم المتحدة، إسرائيل يعني تنظر، وسبقا فتحت معبر سالم مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع وصوله إلى تل أبيب ثم إلى رام الله، قامت مباشرة في فتح كرم سالم لأول مرة بعد مرور لأكثر من 2 شهرين، تم إدخال ما يقارب حوالي 40 شاحنة. طبعا جاءت هذه بناء على ضغوطات عربية وعلى رأسها مصر وقطر، بالإضافة إلى المجتمع الدولي التي أحرجت المؤسسات الدولية وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية لإسرائيل نتيجة ممارسة العدوان بشكل مكثف، وخاصة في قضية المساعدة. يعني سيد إسماعيل، هل هذا الإحراج الذي جعل الولايات المتحدة تطلب تأجيل قرار مجلس الأمن إلى اليوم، وهل هناك أمال لتغيير رأيها ووقف إطلاق النار؟ نعم، على ما يبدو أن هذا التأجيل جاء في سياق أولا إعطاء فرصة، هكذا يعني فهم من وسائل الإعلام أو من بين السطور الذي تم الحديث، أن هذا الإعلان جاء إعطاء فرصة للمفاوضات التي تجري تحت النار. إسرائيل تريد مفاوضات أن تجري كلها تحت النار، بمعنى وآخر مقترح تم الحديث به أنه إعطاء فرصة لمصر وقطر بذل الجهود أكثر وأكثر، خوف بعيدا عن الدخول في المجلس الأمن أو إعطاء ممكن أن تشكل هذه أرضية. على سبيل المثال، إسرائيل تطلب هدنة لمدة 10 أيام وترفض رفضا قاطعا موضوع، وهي المعضلة الموجودة بين حركة حماس وإسرائيل حول موضوع إيقاف الحرب. حماس تريد إيقاف الحرب، إسرائيل تريد هدن إنسانية مثل السابق لكن بفترة أطول كثير. المخرج من هذه القضية، الجهود مبذولة الآن حول موضوع رفع المساعدات بشكل كبير جدا، الإفراج عن النساء، الحديث يدور عن 40، الإفراج عن محكوميات عالية جدا، ومن بينهم شخوص هكذا فهم في بعض الأروقة أو الغرف المغلقة التي يتم الحديث من المبكر. لكن يبدو أن المفاوضات التي تجري في عواصم أوروبية الآن، وهي طبعا بضوء أخضر من نتنياهو، أوصى بالموساد. هذا أدى إلى أن المجلس الأمن تم إرجاءه في ساعات قليلة بالأمس التي تم الحديث به، وهو وقف
مستدام وإدخال المساعدات بشكل أسرع بري وبحري وجوي من قبل الإمارات الدافعة لهذا المشروع. كل هذا يضع إسرائيل والإدارة الأمريكية في إحراج كبير لما يبدو، لأن أمريكا تعرضت بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة، وخاصة أن هي الدولة الوحيدة التي فهم في العالم يعني العربي. هل من الممكن سيد إسماعيل أن تكون الانفراجة من مصر، لأن قادة حماس سوف يناقشون موضوع الهدنة في مصر؟ نعم هذا صحيح، يعني لا ننسى أن الخط المصري والذي طالما هو لم يتوقف نهائيا مع قطر، والآن كل القادة الحمساويون هم متواجدون، وهي الزيارة الثانية تأتي لقيادة حماة من أجل فتح كل ما يتم الحديث به أو الوصول إلى انفراج لعل وعسى، لأن ما يجري في قطاع غزة ليس فقط نكبة، أكثر من نكبة، أكثر من موضوع عام 48. ما يحصل دمار هائل، عقاب جماعي لمستوى الغذاء، للطعام، الجوع، حرب جريمة كاملة لموضوع الجوع. الآن يتم الحديث عن الجوع، التواصل الاجتماعي ما بين العائلات الموجودة فقدت بين الحين والآخر. هناك من ما زال يبحث عن أمه وعن أبيه وأخاه، زوجته، أبنائه إلى آخره. لا يعقل أن بعد مرور شهرين والعالم هكذا يعني يبقى، وما زالت إسرائيل متعنتة بالعدوان، وقبل قليل كان هناك يعني قصف جوي ما زال مستمرا. يعني هذه حالة غير مسبوقة في كل الحروب التي حصلت في داخل المجتمعات، على المستوى العربي أم على المستوى الأوروبي، لم نشهد بهذه الحرب التي هي يعني لم وشملت كل شيء، البنية التحتية مرورا إلى طيب إلى سيد إسماعيل، بالنظر إلى يعني هذا المشروع، مشروع قرار مجلس الأمن، تحدثت عن يعني ربما الموقف الأمريكي وهذه المفاوضات الجارية حسب تصريحات أنتوني بلينكن، ما هي ربما طبيعة المفاوضات التي تدور بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، خاصة وأن المؤشرات تقول أن ربما هذا المشروع سيتخطى فيتو محتمل للولايات المتحدة؟ مرة أخرى أرجع وأتكلم بعد في المفاوضات حول ما الذي يجري. موضوع مجلس الأمن يعني الشعوب فقدت مصداقيتها. لا أقصد هنا الشعوب، أنا أقصد هنا المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي في هذا السياق، في هذا المشروع، هل هناك رغبة من الجانبين؟ هل من مؤشرات لديك تفيد بأن هذا المشروع ربما سيتخطى فيتو أمريكي؟ نعم سأجيب على السؤال، لكن أريد توضيح بس قضية هامة لم أذكرها سابقا حول مجلس الأمن. مجلس الأمن والأمم المتحدة بدأت تشعر أن شعوب العالم بدأت تفقد مصداقيتها أمام الشعوب وأمام الدول. هذا شكل ضغط كبير أن هذه المرة التصويت يجب أن يرجى من أجل إعطاء الفرصة للمفاوضات بشكل كبير، وخاصة أن أمريكا هي المتضرر وهي الخاسر الأكبر في المنطقة على صعيد العربي والإقليمي والعالمي تحديدا، وتحديدا داخل أمريكا حزب الديمقراطي حزب بايدن. المفاوضات الآن تجري، المفاوضات لم تتوقف، هي توقفت إلى لحظة ما بعد التهدئة بفترة معينة. كان حديث يجري في داخل قطر، ثم انتقل الحديث في عواصم بلجيكا، يتم نقل بعض الأوساط الحديث. كان يدور الحديث عن الإفراج عن مروان البرغوثي، هو واحد من الأسماء، وهو محكوم 5 مؤبدات، أمضى ما يقارب أكثر من 20 عاما في داخل السجون. مروان البرغوثي محسوب على حركة فتح، وهو مقبول على كل الحركات. كان الحديث يدور عن أن هذه الشخصية ممكن أن تشكل يعني جسم في الانتخابات ما بين فتح وحماس كحالة توازن في المنطقة. هكذا يدور عن إطلاق سراح محكوميات عالية. طيب مقابل يعني بالنظر سيد إسماعيل يعني إلى دوائر التأثير الإسرائيلية، نتحدث عن الجيش الإسرائيلي أو قوات الاحتلال
وأيضا لدينا حكومة نتنياهو، هل ما زال هناك ربما تباين في الآراء، صراع بينهما فيما يخص هذا المشروع، مشروع القرار التي يعني قالت الولايات المتحدة أنها في قلب مفاوضاته، وأعتقد أن هناك يعني لابد أن يكون هناك تواصل بين الجانبين حتى وإن كان هناك خلاف داخل إسرائيل؟ نعم، أولا كما أنت ذكرت في الآونة الأخيرة وآخر تحديدا هذا الأسبوع، يعني بدأت تبرز في المستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري. ولنبدأ في المستوى السياسي الحكومي الذي لاحظنا أن يعني إتمار بن جفير وحالة الهجوم بشكل كبير على هليفي ووزير الدفاع يؤاف جالانت الذي شوهد وتم تحديثه بشكل، ولأول مرة يتم خروج من الكابينت أشياء يتم تسريبها. هناك عدم رضا ما بين التوافق ما يجري أولا على مستوى طريقة الجيش وعدم تنفيذ قوته في داخل قطاع غزة، وبالتالي المشهد السياسي هو يرى بأن المستوى السياسي الذي يدفع الجيش أو العسكر إلى تنفيذ المطالب، على سبيل المثال انظر ليؤاف جالانت الذي وقف على حافة غلاف غزة وقال سوف نعتقل قادة القادة المقاومة، سوف نعتقل السياسيين إما إلى السجن وإما إلى المقبرة. كهذا عملية الدفع، هذا يؤكد من جديد أن هناك خلافات ما بين الأمن والسياسي والعسكري، وخاصة يعني سيد إسماعيل، هذه الخلافات يعني في الوسط في الحكومة الإسرائيلية وبين الجيش وعلى الأرض، هل ستنعكس على الأرض وعلى العمليات العسكرية؟ نعم، لأن بصراحة واضح جدا بأن هذه الفترة منذ تقريبا أسبوع تحديدا الأمن والعسكري غير معني المضيء قدما المزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، الإصابات ترتفع حسب المستشفيات. الحديث بالأمس لأول مرة على واينت يتم فضيحة قضية واضحة، المسالك البولية، هناك إصابات عالية جدا في صفوف الجيش، لم يوضح بعد المعوية الأمراض وقتل المحتجزين بنفسهم، يعني هذه صفعة قوية. نعم، قتل المحتجزين، يعني حين قتلوا المحتجزين عندما لجأوا إليهم، هذه صفعة كبيرة لهم. نعم، تفجير الدبابات بأعداد كبيرة، رتل من الدبابات شاهدنا، والقضية الأخيرة التي تم قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين والتي وصفت بالدراما الإسرائيلية، هي ليست دراما، هي جريمة، وتم الاعتراف بشكل واضح، يعني يفهم أنها جريمة، وهذا ما يؤكد ما يفعله الجيش. أولا الجيش والمستوى الأمني، أريد بس توضيح للمشاهد، وليس معني بالاستمرار بالحرب، هو أكثر من المستوى السياسي، المستوى السياسي هو الذي يضغط على الأمن والعسكري المضيء قدما بالحرب وإنهاء المقاومة الفلسطينية وجلب وإحضار المحتجزين الرهائن الأسرى الإسرائيليين الموجودون بقدر الإمكان. هذا لم ينفذ، وبالتالي الأهداف التي وضعت سياسيا الجيش عسكريا لم يستطع تنفيذ، بسبب أولا تعقيد المنطقة مركبة، قوة المقاومة وعملية المحاور. لأول مرة نحن نجد التكتيك، بالأمس يعني تم إطلاق صواريخ على تل أبيب، هذا يؤكد من جديد بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتمتع بالذكاء والحنكة والتعريف، وهذا ما يضع، وهذا ما لا يريده نتنياهو أصلا، لأن الحكومة لا تريد سياسيا، لا تريد إيقاف الحرب، هي تريد استكمال المشوار سواء على المستوى الجنوب أو على مستوى الشمال، بالرغم للشمال هناك قواعد اشتباك محافظ عليها إلى حد ما، توازن مقابل ضرب، لكن بكل الأحوال ما زال الأمني والسياسي والعسكري في حالة خلاف لم تشهد لها مثيل، علما أن هذه الخلافات كانت موجودة سابقا السابع من أكتوبر، الآن تعززت بشكل كبير، خاصة نتنياهو فقد الثقة بالحكومة، فقد الثقة في الجيش، فقد الثقة في الأمن وفي العوامل الموجودة، والآن يوعز مباشرة، يعني نشاهد بأكثر من مرة تصريحات بأن الهدف القضاء على حركة حماس
هو هدف خيالي. حتى الإسرائيليين يعني يتكلمون بهذه اللهجة ويعرفون ذلك أن نتنياهو يكذب وأنهم لا يستطيعون يعني القضاء أو إنهاء على حركة المقاومة بشكل ما يراه. إسرائيل تريد إعطاء وقت مهلة كافية كبيرة، الحديث يدور عن 6 أشهر ما يقارب من أجل تنفيذ المرحلة الثالثة بمعنى يعني الضرب. أمريكا تريد بكل صراحة أن تتوقف عملية القصف وأن تتجنب المدنيين و ولكنها في نفس ذات الوقت الولايات المتحدة يعني أعلنتها صراحة حتى من قبل وزير دفاعها أنها لن تملي أي جداول زمنية على قوات الاحتلال في حربها بقطاع غزة. وهنا يعني يظل الحديث دائر هو أن يعني الولايات المتحدة ربما تقف يعني على الجانبين، على جانب عسكري تدعم فيه قوات الاحتلال وكذلك مسار إنساني تريد أيضا أن تدعمه بشكل أو بآخر، حتى وإن كان يعني لا يمكن حتى التساوي بينه وبين هذا الدعم العسكري المطلق لقوات الاحتلال. يعني ونحن نتحدث عن هذا الموقف يتزامن معه قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ربما ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وكذلك أن تكون له دولة مستقلة. هذا أولا ما يؤكد بأن إسرائيل ليست معنية أولا على صعيد إنهاء الحرب أو إيقافها نهائيا، هي ما زالت تريد أن تتحول قطاع غزة إلى منزوعة السلاح، أي بمعنى أقرب إلى منطقة الضفة الغربية بالسيطرة المدنية والعسكرية، وأن تتدخل يعني أكثر من دولة عربية لحين ترتيب الوضع الداخلي الموجود وإنهاء كل مظاهر بين قوسين الصواريخ أو المنصات أو أي ذات علاقة له وعلى ضوئها يتم. هذه المسألة بحاجة إلى وقت وهي بحاجة إلى أشهر. هذه تصريحات المسؤولين. يعني أعطي لك مثال، منذ عام 21 منذ معركة سيف القدس ومرورا بوحدة الساحات، إسرائيل أطلقت عليها كاسر الأمواج في حينها كان يؤاف بني جنت هو وزير الدفاع. لغاية هذه اللحظة لم تستطع لا مخيم جنين ولا مخيم تل كريم ولا القضاء على المقاومة الفلسطينية، فما بالك الحديث عن قطاع غزة. الموضوع معقد ومركب كثير. صحيح، ولكن سيد إسماعيل كيف تفاعلت الأوساط الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي مع هذا القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص يعني دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؟ يعني هل لك من أي رصد لردود فعل مختلفة في الإعلام الإسرائيلي؟ يعني ممكن أن يكون، بس مرة أخرى يعني أريد أن أشير إلى قضية أن نتنياهو وعد حزب الليكود لا قيام لدولة فلسطينية. وبالمناسبة يعني العلاقة ما بين نتنياهو وإدارة الأمريكية تحديدا مع بايدن والذي يراهن الآن نتنياهو على الانتخابات وسقوط حزب الديمقراطي، لأن أصلا الديمقراطيين طوال الوقت هم الذين دائما يرفعون شعار قيام دولتين أو حل الدولتين بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بالمناسبة. أما الجمهوريون ولم مرة كانوا يرفعوا شعار الحل أو بمعنى قيام دولة فلسطينية يعني بما فيه يرضي الشعب الفلسطيني على الضفة وغزة والقدس. هذا الآن وهو الشخص الوحيد الذي ممكن أن يقول نتنياهو لأمريكا الآن وللإدارة الأمريكية لا، وقالها لأن الإدارة الأمريكية هي معنية أولا بأن يكون هناك حلول أمنية حلول سياسية إلى حد ما، لكن هذا الحديث لا يرضي الحكومة الإسرائيلية مع وجود هذه مثل سموتريش وإتمار بن جفير والذي طالبها بايدن بهذه المناسبة. المجتمع الدولي مئات القرارات سيد الكريم، مئات القرارات صدرت بحق الشعب الفلسطيني منذ 67 ولغاية هذه اللحظة، وهناك مئات القرارات
صدرت من الجمعية العامة بتقرير المصير، باختيار قادته، بحقه بنيل تقرير مصيره، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف يعني، وتراجع وانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67، والمبادرة العربية والمبادرة الرباعية التي تشكلت. مئات القرارات تخرج للشعب الفلسطيني في التراث، في الدين، في الديانة، في الآثار، في قضايا كثير تتعلق بعودة اللاجئين. يعني هناك قضايا كثير إسرائيل ليست معنية بالحل، لنكون واضحين بشكل مباشر. كل ما يجري الآن هذا يضع إسرائيل أكثر وأكثر إحراجا من قبل الأمم المتحدة، وهذا جيد للقضية الفلسطينية أن هناك مناصرين وأن هناك مؤيدين، لكن نحن هذا غير ملزم. يعني الجمعية العمومية الأمم المتحدة غير ملزمة كل قراراتها التي تصدر عنها، لكن هي تشكل رافعة معنوية للشعب الفلسطيني وتحرج يعني إسرائيل وتضعها في مربع أكثر عزلة، إن أردنا أو شئنا أن نقول بهذا التعبير أكثر. قيام دولة فلسطينية من المفترض عزيزي أن تكون في عام 99، حين كان الراحل الشهيد أبو عمار في حينها كان من المفترض، لكن حينها كان كام ديفيد، وبالتالي شارون دخل الأقصى، وبالتالي حصل ما حصل في عام 2000 وانفجرت الأوضاع ولم تقبل. من المفترض أن تكون دولة فلسطينية في حدود، بكل بساطة المجتمع الدولي أو أمريكا، خلينا نكون واضحين، أمريكا إن كانت معنية بأن يكون هناك دولة فلسطينية في نصف ساعة ممكن أن تنهي هذه المعادلة وترجع إسرائيل إلى حدود عام 67 ولتأتي القوات. أشكرك سيد إسماعيل المسلماني خبير شؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.